عليكم. الوغ اذا راكم شافيين حضرنا لاباط فويتي بالك وتحقروها هذيك لاباط صدقوني واش نقول لكم، شفتوا النتيجه تاع لي مونشون كيفاش كانوا، تعرفوا نتيجه رائعه رائعه. واليوم انا يا توجو حكيت لكم بلي نخزن ندير 250، انا في ميانه نخدم دي بتيت بورسيون توجو، ما نحبش لي غروند كونتيتي، بصح وشنو اشاك يكون عندي الوقت نحب 250 250، وفي زمان الصيف راهو طويل. الوغ ديروا كيما انايا اليوم ان شاء الله. فكرت قلت علاش لا ما نديروش لي فولوفون. لي فولوفون ماشي اللي نرافقوهم دي صوص بلانش بالبولي والزيتون، لا لا، دي فولوفون يكونوا هما بحد ذاتهم دي سالي، نوجدوهم ونطيبوهم ومن بعد نعطيكم طريقتي والفكره ديالي في في الحشو ديالهم. صدقوني رائعين، والنتيجه راكم رايحين تشوفوها بعينيكم. الوغ بسم الله، واش ندير؟ ندير شويه تاع الفرينه في لو بلان دو طراي ديالي، ونحل العجينه. بسم الله نحلها ارتفاع حوالي نص سنتيمتر فقط، وراني موجده اكري دي زون بورتو بيس، نستعمل هذا الحجم ونستعمل باش نثقبهم في الوسط. الحبه وحده تكون صاب ووحده ندير لها فتحه، باش في هذيك الفتحه من بعد رانا رايحين نعمرو. قعدوا معانا راكم رايحين تشوفوا شحال هاد لي بولوفون اللي نلقاوهم يتباعوا في المحلات، شحال ساهلين، والفرحه تاع نوجدوهم في ديارنا هي الفرحه الكبيره. ديالي لي شوت جامي الا نعاود نعجنهم تاع لاباط فويتي. واش درت؟ نحطو واحد فوق واحد ونديرو لهم ان تور ان سول تور، معناتها نسقم العجينه ونحلها ونطبقها على ثلاثه هذا مكان، ونعاود نحل وندير لي بياس ديالي. الوغ انا كيما راكم تشوفوا هادو حليتهم سامبل، وواحد اخرى ناخذها وندير لها نشد لو سونتر ديالها وندير فتحه هكذايا. هادي ما كلاش نعاود نعجنها، خليها نخلوهم نديروهم نطيبوهم هذا مكان. ناخذ لو بلاطو ديالي، فهمنا بلي العجينه الورقه دائما وابدا لاخاش فيها كميه معتبره تاع الزبده، حنا واش نديرو؟ ندهنوها فقط بالماء. لو بلاطو ديالي بسم الله هكذايا، وندير هكذا قطع هادو ما لي يجوا من تحت هكذايا. ناخذ اون فورشيت ونديرهم فقط في الوسط هكذا، جو بيك غير في لو سونتر فقط هكذا في لو سونتر برك. وناخذ كل وحده ندير لها اكيد قبل ندهنها، ندهن الجوانب بشويه تاع البيض فقط الجوانب، نسيني ما خرجتش لبرا باش نعطي لها فرصه انها ديفلوبي بيان، شغل الطبقه تاعها يتفتحوا. اذا خرجنا البيض على الاطراف البيض راهو رايح يسيح وما يخليهاش تتورق كما يلزم الحال. هذا مكان.
الفرن على 200 درجة، وكل 5 دقائق ننقص حتى نلحق 170 درجة باش نعطي لهم الوقت يطيبوا كما يلزم. نشعل لهم الفوق ياخذوا تحميرة خفيفة ونعاود نولوا. فوالا درنا هاد لي فولوفون ديالنا يطيبوا، و الى راكم شايفين معايا درنا زوج، وحده فوق وحده. بصح كاينين دي فولوفون تشوفوهم برا يجوا فريمون جيونت، يجوا كبار ويجوا فريمون سادير الفيزوال ديالهم بزاف شباب، ما فيهم حتى حاجه دو سبيسيال، فيهم حاجه وحده برك، انه يديروا وحده ان ديسك يكون مغلوق ودو ديسك يكونوا متقوبين في النص، معناتها يولوا عندنا ثلاث طبقات. الوغ نهار يزيدو يدو في ديفلوبتاو في الكوشة يجو كبار ويجو معنتها بزاف كي تشوفيهم هكدا يعمرو العين. نسيو معاكم وحدة باش كل واحد يكون عندو الخيار يدير الشكل اللي يحبو. شفتوني درت ثلاثة ان ديسك مفتوح وزوج متقوبين فوقو باش تكون الفولفون ديالنا كبيرة. فوالا خرجتهم من الكوشه هكداك سخيخنين، هادو اللي فيهم غير جوج طبقات، وهادي اللي فيهم ثلاث طبقات جاو اعلى والفيزيوال ديالهم بزاف شباب. فوالا خليت لي فولفون ديالي بردوا لي كيما يلزم الحال، ودوكا انا راني رايحه نسير بهم باش ناكلهم صديق دي سالي. في زمان الصيف هذا ما عندناش الجهد باش ناكلو حاجه ودي سوسيتو. الوغ هاد لي فولفون واش ندير لهم انا؟ الفكره ديالي نحكمو بيان سور اكيد اون فورشيت ولا، وهما طلعت لي هذاك الكوتي اللي انا نديرها وحده في وحده طلعت لي، وشوفوا كيفاش راهي هشيشه. انا الوغ نقعد هذا كليميات كامل مكسر باش تولي لي عندي حفره. شوفوا الله يبارك كيفاش الا ديفلوبي، شوفوا التقرميشه ديالها. وهادو اللي درتهم على ثلاث مرات اكيد ثاني نحفر باش نلقى وين نحط لافاس ديالي. هذا مكان، ودوكا واش ندير لهم؟ ماشي حاجه. لحقنا لو دريساج فينال ديالنا، وشحال شباب هاد الريزلت اللي لحقنا ليه. خدمنا بكويزينيير تاع لا ميناجير في الدار، ني فونتيلاتور ني ريان دو تو، والنتيجه بزاف مقبوله ولاباس بها. الوغ نقول لكم روحوا وديروا العجين المورق، ما تسناوش تشروه من الاسواق، وحضروا هاد لي فولوبون صدقوني سي جوست ان بليزير باش ديروهم في الدار. اذا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش على حبابكم وناسكم، فات لو ماكس دو بارتاج، انضموا الى قناتنا، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقوا على خير.